جيبك. أجل، إذا كنت غنيا فأنت ذو كلمة، فأنت ذو قيمة، حتى وإن كنت تحتقرهم، حتى وإن كنت قليل الأدب معهم، حتى وإن كنت عديم الأخلاق. من قال أن الفقر ليس عيبا؟ في زمننا هذا الفقر جريمة. أما في زمن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، الفقر كان نعمة. أتعلمون لماذا؟ لأنهم كانوا يتقاسمون كل شيء. أما نحن، الغني يأكل حتى لا يستطيع التنفس ولا يستطيع النوم طوال الليل متقلبا من كثرة ما أكل. أما الفقير لا يستطيع النوم من شدة جوعه. يقول رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام: اطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلها فقراء. أبشر. وأيضا الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. أتعلمون لماذا؟ لأن الغني إن اشتهى شيئا اشتراه، أما الفقير إن اشتهى شيئا صبر واحتسب الأجر عند الله. أتعلم أن الفقر أشد المصائب؟ أجل، حتى من فقدان الحبيبتين. عزيزي الغني، لا تتباهى بمالك أمام الفقير، فالذي أعطاك يستطيع أن يأخذ منك. حافظ على النعمة ما دامت بين يديك. فكم من فقير يتمنى لو أنه مكانك. فكم من فقير يتمنى لو أنه مكانك. عزيزي الغني، إن أردت أن يكثر مالك تصدق به، ستحتسب الأجر عند الله عز وجل، وسيكثر مالك أضعاف 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 ما عندك. فلن نأخذ معنا إلى القبر إلا أعمالنا، وسنترك المال للأولاد والأحفاد يلعبون به، ونقول: يا ليتنا تصدقنا به. يوم لا ينفع فيه ندم.